100 مقاتلة. واشنطن تثير ملف مقاتلات F-35 التركية وتطلب أغرب طلب من أنقرة. وفقاً لأخبار نقلتها صحيفة صباح التركية، فإن الولايات المتحدة طالبت أنقرة بدفع إيجار لها على أساس أنها تحتفظ في حظائرها بالطائرات الحربية من نوع F-35A Lightning التي أنتجتها لصالح القوات الجوية التركية. وبينما يطالب الجانب الأمريكي برسوم إيجار من تركيا على أساس أنهم يحتفظون بطائرات F-35 في حظيرة الطائرات، إن أنقرة تريد إعادة 1.4 مليار دولار دفعتها بالكامل لصالح المشروع، فضلاً عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. من ناحية أخرى، تستمر المفاوضات الفنية بين الطرفين والتي تتعلق بشراء 40 طائرة من طراز F-16 فايبر بلوك 70 من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديث 79 طائرة من طراز F-16 منذ سبتمبر 2021. وعلى الرغم من إلغاء البنود التي تعرقل إتمام الصفقة من قبل الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب، إلا أن البيع لم ينفذ بعد. وفي وقت سابق طلبت القوات الجوية التركية التي خططت لشراء 100 طائرة من طراز F-35 Lightning ضمن نطاق برنامج Joint Strike Fighter GSF، كان من المقرر تسليم ما مجموعه 30 طائرة مبدئياً، 2 في 2018، و4 في 2019، و8 في 2020، ومثلهم في 2021، و8 أخريات في 2022. ومع ذلك قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات كاتسا على تركيا بسبب توريد نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400، علماً أنه لم يجري تفعيلها رسمياً حتى هذه اللحظة. عندما تم اتخاذ قرار الحظر، جرى الانتهاء فعلياً من إنتاج 6 طائرات من طراز F-35 للقوات الجوية التركية، ولكن في الواقع لا زالت محجوزة في حظيرة الطائرات، خصوصاً بعد استبعاد تركيا تماماً من مشروع GSF اعتباراً من 2021. فكيف تريد واشنطن من أنقرة دفع إيجار للمقاتلات التي حرمت منها، علماً بأن تركيا دفعت 1.4 مليار دولار لواشنطن؟ هل تعتبر هذه وسيلة ضغط أمريكية جديدة على أنقرة للتنازل عن منظومة S-400 والعودة مجدداً لبرنامج إنتاج F-35، خصوصاً بعد النجاحات التي حققتها تركيا في الآونة الأخيرة، على رأسها تنفيذ أول تحليق لمقاتلة الجيل السادس المسيرة كيزل إلما، والتي تشترك بخصائص كثيرة مع F-35 الأمريكية؟